تواصل لقاءاتنا الميدانية مع السواح القادمين إلى ماليزيا من سواحنا على شركة المحيط. ولنا لقاء الآن مع الأخ محمد أبو راسل. محمد أبو راسل. أبو راسين. محمد أحمد أبو راسين. نعم. محمد أحمد أبو راسين. أنت أتيت إلى ماليزيا تعتبر زيارة أولى ولقضاء شهر العسل. أيوة نعم. كيف وجدت ماليزيا؟ والله بلد جميل صراحة، والاستقبال كان حلو ما شاء الله تبارك الله عليكم، وما أقدر أوصفها صراحة، وإن شاء الله لنا جاية ثانية لازم. طيب قبل مجيئك إلى ماليزيا كان هناك عدة خيارات لدول عدة لقضاء إجازة شهر العسل فيها، لماذا اخترت ماليزيا بالضبط، أو كيف وقع الاختيار على ماليزيا بالضبط؟ والله هي دولة عربية، مش عربية، دولة غالبية العرب موجودين فيها، دولة مسلمة، تعاملهم حلو صراحة، دولة سهلة التعامل فيها. طيب كيف وجدت يعني تعاملك مع او تعامل الشعب الماليزي مع الزائر العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص؟ تعامل اخوي، هذا اللي اقدر يعني اختصرها بكلمه واحده، تعامل اخوي. طيب لماذا اخترت شركه المحيط ان تاتي عبرها لقضاء اجازتك لقضاء شهر العسل في ماليزيا؟ جداولكم ما شاء الله تبارك الله حلوه، تعاملكم، انا اول ما تكلمت معاكم في الواتساب جاء الرد على طول، كلمتكم قلت لكم ابغى جدول، قدمتوا لي ما عندك مشكله، جيب لنا الاجراءات بس والباقي كله علينا، وصدقتم في هذا الشيء. حياك الله. طيب كيف كانت التسهيلات اول ما وصلت من المطار؟ جدا جميلة، غير سعودي، جدا جميلة، وما شاء الله تبارك الله عليكم جهزتوا لي كل شيء، 1 2 3 توصل المطار، روح المكان المكان الموقع الفلاني بتحصل إجراءاتك جاهزة، وأول ما جيت هنا لقيت الحجوزات جاهزة، حجوزات الفندق، حجوزات المطار، حجوزات التنقلات البحرية كلها ما شاء الله تبارك الله عليها جاهزة. طيب ما الذي شد انتباهك في ماليزيا بشكل خاص؟ هذا كان جميل، موقع معين، يعني حاجة أدهشتك ممكن باختصار؟ والله بالنسبة لي ما في شيء محدد، هو تقريبا جوها نفس جو مدينتي، فأغلبها مناطق بحرية، مدينتي أنا كلها بحرية، فأقدر أتعامل معها. أقصد إنه حاجة أدهشتك يعني شدت يعني جذبتك شد يعني كانت مدهشة أو حاجة تفوق توقعاتك يعني شاهدتها في ماليزيا؟ المناظر الطبيعية هذه هي اللي خلتني أجي. نعم. طيب انطباعاتك بشكل عام عن شركة المحيط؟ والله حلوة، سهلة، ما فيها إجراءات معقدة، 1 2 3 أنت جاي عندنا ضيف، أهلا وسهلا، نحطك على عين الرأس. حياك الله. طيب وأنت تشرف على المغادرة من ماليزيا بعد انتهاء رحلتك، كلمة أخيرة ممكن تتوجه بها لكل من يرغب بالمجيء إلى ماليزيا أو يرغب لقضاء إجازته أو شهر عسل مثلا خارج المملكة العربية السعودية، لماذا تتوجه له من النصائح مثلا، خاصة وأنك لم يعني تتكلم عن تجربة الآن؟ هذه ما أقدر أعبر عنها، هذه خلي إجراءاتك سليمة، جوازاتك سليمة، إجراءاتك النظامية سليمة، والباقي بتتكفل به الشركة، وعندك الدولة هنا ماليزيا دولة مسلمة ما راح تقصر معاك في أي شيء. كلمة أخيرة لشركة المحيط. ما شاء الله عليكم شركة جميلة، إجراءاتكم سهلة، ولكن الشخص دائما يتمنى إنه الأفضل،
انا اتمنى ان شاء الله باذن الله السنه الجايه يعني لما افكر اجيب الاهل هنا ماليزيا افكر ان شركه المحيط تكون الاولى الافضل في الافضل. حياك الله تكرم، شكرا لاتباعتك الجميله، وان شاء الله ان نكون عند حسن ظنكم باذن الله، ونتمنى لكم ان تكونوا قضيتم رحله سعيده، ونتمنى لكم رحله سعيده الى بلدكم رحله في رحله العوده ان شاء الله باذن الله، ونقول لكم عيد مبارك مؤخرا وكل عام وانتم بخير علينا وعلينا. وصل لك معك هذا اللقاء، شكرا لك. شكرا.